رحنا ملي غادي يحلوا لنا الجامعه والجوامع كنا قانطين وكنا مقلقين وكنا غضبانين وهذا، ولكن مزيان ملي غيحلوا لنا الجامعه مزيانه بحال الرحمه، جامعه رحمه عامين ديال الجامعه كتكون زوينه الجامعه مخيره. ملي غيحلوا لنا الجامعه مازال خصهم يزيدوا يحلوا لنا الجوامع باش ندعيو باش يحيد عنا الله هذا الوباء ديال كورونا، باش الجوامع راه مزيانين خصهم يكونوا محلولين، والجامعه الرحمه ومزيانه كتحيد الغضب كتحيد كل شيء. الجامعه مزيانه من نظام الله حلوا لنا 5000 جامع، ومازال خصهم يحلوا لنا 5000 جامع ولا 6000 جامع اخرى، تحلوا الجوامع كلهم، وفيما كان شي جامع ما مصوبش خصهم يصوبوه يصلحوه ويقادوه. حبس تكلف تصوبوه خير كيما بغا يكون، اي مشاكل فيه خصها تصوب. دابا فرحانين فرحانين دابا مني غادي تعد هذا الله علينا حلوا لنا الجوامع. السلام عليكم، انا مؤدي بمجلس السوق الكائن بالمدينه القديمه، الاسم ديالي الزهري محمد، واليوم كتشوفوا اول جمعه اللي غادي تقام بعد جائحه الكورونا. وان شاء الله انتم كتشوفوا دابا ان شاء الله راه حنا كنتراصيو المصلين باش تكون ديك المسافه ديال البعد ما بين المصلين، باش ان شاء الله يكون كل شيء بسلام ويدوز بسلام ان شاء الله. وكما درنا العمليه في جامع غود الحمراء، ودابا ان شاء الله راه كندير هذه العمليه كنقوموا بها في جامع السوق، وان شاء الله باش يدوز كل شيء بسلام ان شاء الله، وهذا الشيء لصالح المصلين باش ما يكونش ذاك الازدحام، ويكون ذاك باش يتلاصقوا بعضياتهم، كنديروا التراصه باش يبقى ديك المسافه الامان. وان شاء الله تكون في الصحه والسلامه، وتدوز الجمعه في الصحه والسلامه والشفاء والعافيه وجميع امه المسلمين. شحال المسافه غادي تدير؟ تقريبا المسافه اللي كاينه هنا تقريبا متر ونص. متر ونص تقريبا. متر. وعلى العرض تقريبا كتكون 2 متر. 2 متر ما بين الموصل. متر على العرض كتكون 2 متر. بحال الجامعه الداخل بحال بحال هذاك الشيء اللي كاين داخل المسجد كاين خارج في الساحه. يعني نفس المعيار اللي كاين داخل المسجد خارج نفس المعيار. نعم. السلام عليكم. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.